بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وعليه نتوكل، ودائما وأبدا نطلب التوفيق والنجاح والسداد يا رب العالمين. هكذا هي التحديات مستمرة من هنا من أرضية ميدان الفليج لسباقات الهجن العربية الأصيلة. شوط ينقضي وشوط ينطلق، كما نتمنى التوفيق والنجاح والسداد يا رب العالمين. سادس الأشواط وختام فئة أيضا الإذاع من المسافة هي 5 كيلومترات، وضعت من اللجنة المنظمة لإنجاح هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. مباشرة عند الصدارة والذي افتتح الإذاعة، هناك التبر حمد بن ناصر بن علي الشبلي قادم بتحديات التبر. المركز الثاني الوصول والقدوم، هناك في ثاني التحديات القادم والمتحدين ايضا واصل شاهين بدر بن زيد بن علي الجابري قادم بتحديات المركز الثاني. الوصول والقدوم من ثالث المراكز القادمون للانضمام الى جو ايضا الكرنفال الرياضي والاذاعه. هناك مباشره سراب علي بن صبيح بن حمد الوهيبي قادم بتحديات سراب. المركز الرابع وصل نهاب علي بن حميد بن محمد اليديلي قادم بتحديات نهاب. والمركز الخامس الوصول من السليماني السليم بن سالم بن علي الغيلاني قادم بتحديات المركز الخامس. المركز السادس وصل الأسد، يأتينا سعيد بن علي بن سليم العمري قادم بتحديات الأسد. المركز السابع الوصول والقدوم، هناك وصل سراب علي بن سالم بن محمد الوهيبي. والمركز الثامن القادم الواضح علي بن عبد الله بن ساعد السعدي قادم بتحديات ايضا الواضح. والمركز التاسع هناك الوصول من تاسع المراكز القادمين المتحدين. المركز ايضا الوصول والقدوم من المركز العاشر، ونختتم به الندى. هناك المركز التاسع غير مدون في كشف البيانات، ولكن نعود لنتعرف عليه في ايضا مرحلة ثانية. هناك المركز العاشر شاهين حمد بن سعيد بن خلفان ارشيدي بتحدياته. هكذا هي الإثارة، هكذا هو جو الكرنفال الرياضي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. عودتنا إلى الصدارة بقيادة هناك التبر الواصل والمتحدي، ولكن سراب علي بن صبيح بن حمد الوهيبي قادم ليغير الصدارة إلى المركز الأول. المركز الثاني الوصول والقدوم، هناك من ثاني التحديات وصل الأسد، يأتينا سعيد بن علي بن سليم العمري بتحديات الأسد. المركز الثالث تراجع، هناك تبر أيضا يأتينا التبر حمد بن ناصر بن علي الشبلي. والمركز الرابع الوصول والقدوم من يحمل رقم 4، هناك سراب علي بن سالم بن محمد الوهيبي قادم بتحديات المركز الرابع. المركز الخامس يلا يا هل القعدان، مطلوب المنافسة والسرعة النهائية في الأمتار الأخيرة. هناك شاهين بدر بن سيف بن علي أيضا اليابري قادم بتحدياته. هكذا هي الإثارة، هكذا هي الأسماء المتقدمة. المركز السادس الوصول والقدوم من نهاب علي بن حميد قادم بتحدياته. هكذا الأسماء، هكذا الشعارات بدت الدخول هناك إلى جو الإذاعة لنيل الناموس والانتصار. الله الله، ولعت 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 عند الأمتار الأخيرة. هناك الكيلوين متر المتبقية، الإثارة والمتعة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة لنتابع. هناك تحديات أيضا سراب علي بن محمد الوهيبي. والمركز الثاني الوصول والقدوم من الأسد، سعيد بن علي بن سليم العمري قادم
القادم بتحديات الأسد. المركز الثاني الوصول أو عفوا المركز الثالث القادم بتحديات سراب علي بن صبيح بن حمد الوهيبي. المركز الرابع القدوم والوصول من شاهين بدر بن سيف بن علي اليابري. والمركز الخامس وصل الباز وصل حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. والمركز أيضا السادس الوصول والقدوم من سادس التحديات هناك غير أحمد بن محمد الحبسي شاهين من يقدم شاهين. والمركز السابع وصل شعار أبو سعيد أيضا قادم بتحديات شرط هزاع بن جمعة بن خميس البكاري. هناك مهني بن سعيد بن حميد الجحافي قادم ليقدم هذا الاسم. المركز الثامن الوصول من شرط سالم بن علي بن طناف الدرعي. ولكن أعود إلى الصدارة إلى المقدمة. الله 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 يا هشوط ويا هو تحدي ما بين هذه الكوكبة الثلاثية والمثلث الذهبي. أيضا طامحين بالمركز الأول عودتنا إلى الصدارة عودتنا إلى سراب علي بن سالم بن محمد الوهيبي. والملاحق من الجانب الآخر الواصلون وصل الأسد. وحذركم من أزر الأسد هناك عند الأمتار الأخيرة هناك سعيد بن علي بن سليم العمري. ولكن شوف اللي واصل وصل سراب علي بن صبيح بن حمد الوهيبي. والقادم أحلى وصل البوز مع 800 متر الأخيرة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. الله الله ولعت 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 ولعت. الله 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 يا هو شوط يا هو تحدي. وصل الباز الباز قادم بتحدياته أيضا حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. غير وانتقل إلى الصدارة إلى المقدمة. الله يا التحديات الله يا الإثارة. الخمسمية متر الأخيرة قب 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 ما شاء الله الوصول والقدوم. هناك الأسد سعيد بن علي بن سليم العمري 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 يا ملوهيبي لوهيبي والعمري بتحديات الثلاثمية متر الأخيرة. ولكن ما شاء الله هناك التحديات مع الباز حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. المعركة طاحنة ولعت ما بين العمري وما بين لوهيبي. جولة الأوامر والتكتيكات النهائية لحسم هذا الموقف الثنائي الخطير الوهيبي العمري الوهيبي العمري الباز الباز الأسد الباز الباز الباز. روح بالشوط روح إلى الناموس إلى الانتصار حمد بن محمد بن سالم الوهيبي صاحب الأمتار الأخيرة. مشكور يا أبو محمد من تتابع هذا الشعار الباز حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني قدم عرضا رائع الأسد سعيد بن علي بن سليم العمري. والمركز الثالث الوصول والقدوم من سراب علي بن سالم بن محمد الوهيبي. هكذا هي التحديات والإثارة. كما نهني راعي الباز أيضا حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. وأيضا التهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين.